الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العال، أستاذ جراحات التجميل وجراحات الوجه والفكين جامعة عين شمس، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الدولية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الدولية لجراحات الوجه والفكين، زميل كلية طب جامعة سوانسي بإنجلترا، زميل كلية طب جامعة زيورخ بسويسرا. في معظم القرارات المرتبطة بجراحة في عفريت اسمه بديل طبي. لما بيمر بيبص لنفسه في المراية، ما هو أكيد في حاجة معينة هو مش مقتنع بيها، أو مش هنقول مش مقتنع، هو مش مبسوط منها. هو للأسف غالبا كل اللي بيقولنا ما عندهمش السلف ساتسفاكشن، يعني ما عندوش الثقة أو عدم الاقتناع بالوضع اللي هو فيه. الثقة دي يعني نعمة، بس مفتقدها بيتعب. احنا مش قاعدين في العيادة عشان كل عيان يدخل لنا نعمله، لا، احنا العيان داخل لنا عشان we have to select، احنا لازم نختار العيان اللي نعمله ونعمله ايه. في كل حاجة في الدنيا ليها الانديكيشنز بتاعتها، ليها الحاجات اللي تتعمل دي، والأهداف اللي العيان عايز يوصل لها من خلال المناقشة مع الجراح بتاعك أو مع الجراح بتاعك. مناقشتك للأهداف اللي انت عايزة توصل لها، ممكن نوصل للحل السليم اللي يتعمل لك. هنعمل لك جرح، بس الجرح بيكون في مكان سليم مظبوط بمقاس سليم، بحيث انه ما يكونش ظاهر، لكن يكون ان هو موجود او يختفي. ده يختفي، دي مش موجودة لسه في الدنيا. من يوافق المريض على طلبه الغير منطقي الغير مطابق للمواصفات الجمالية، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ انا في رأيي ان هو هيبقى جنى عليها. العيان برضو المريض المصري يختلف، انت اشتغلت في حتت كتيرة في العالم، يختلف ايه عن الناس؟ الثقافة، الثقافة والوعي. الثقافة، ثقافة والوعي. عادي جدا ان العيان ممكن يروح مستشفى برا في انجلترا، في سويسرا، في اي حتة، ممكن ما يلاقيش مكانه في المستشفى. سهل جدا يقولوا له لا، مكانك مش النهاردة، معلش ما فيش مكان، عندناش سراير. سهل جدا ان هو يروح وياخد مع التاني، ما عندوش مشكله. لكن احنا العيان المصري ما بيقبلش كده. سهل جدا بره ان هو تدخل للدكتور يقول لك لا، العمليه دي ما تنفعكش، ويقول لك اللي ينفعك ايه، تقتنع ويتعمل لك اللي انت مقتنع بيه، اللي هو قال اقنعي بيه او اللي قال لك عليه. هنا لا، برضو نفس الكلام. هنا يعني من أبسط الحاجات إن في عيانين بيقولنا مثلا أنت محتاجة شد بطن، محتاجة جراحة. لا، بس أنا مش عايز أعمل جراحة، أنا عايز فيزر، أنا عايز أشد بطني من غير جرح. طب يا ستي، ما أنت بخلفة 6-7 مرات، إزاي هعمل لك الكلام ده من غير عملية جراحية، من غير ما أشد لك عضلات بطنك، من غير حاجات كتير. فدرجة الوعي والثقافة، مش هنقول تبقى متخصصة في الطب بشكل عام، لأن ما فيش حد هيبقى متخصص أو بثقافته في كل برانشات الطب، لأن إحنا مجتمع مفتوح، ده أمر طبيعي. مش كل الناس تعرف في الطب، مش مطلوب منهم الكلام ده، لكن على الأقل تبقى في درجة وعي. يعني قبل ما أروح للدكتور أتكلم معاه، يبقى شفت، بصيت، سمعت، قريت. القراية مهمة قوي، إن أنا أقرأ عن الحاجة دي حاجة مهمة. أقرأ في كتب، ممكن أقرأ في كتب، ممكن أقرأ مقالات، ممكن أقرأ على الإنترنت، بس زي ما قلنا في حاجات موثوق فيها. عملية توصف بأنها العملية الأكثر إرضاء للمريضة، عملية محبوبة عند الستات لأن نتائجها بتبدأ مباشرة، جروح فورجيفن أو يعني سهلة الالتئام في كثير من الأحوال، هي جراحة الثدي. لماذا توصف؟ أولا قبل ما ندخل فيها لازم نفهم إيه معايير جمال الثدي الحقيقي.
جمال الثدي دي يبقى يعني ليها مقاييس وليها معايير مختلفة، هنتكلم يعني هنبقى نفصل فيها قدام، لكن هو بشكل عام الصدر يبقى مشدود ممشوق مرفوع في اتجاهات للحلمة بشكل معين، ليه حجم يبقى متناسب مع جسم العيانة. ما ينفعش مثلا ان انا احط حجم كبير قوي في عيانة سليم او رفيع، حاجة مش متناسقة، فطبعا دي من المعايير اللي احنا لازم نبقى ملتزمين بيها. امتى نقول ان الست دي تحتاج الى تكبير ثدي؟ لا دي حاجة متفاوتة بقى، يعني على حسب بناء على رغبة المريضة، رغبة تصورها لنفسها ولشكلها، ده يختلف من شخص للتاني. ممكن انا يبقى رأيي ان هي محتاجة تكبير ثدي لكن تقول لي انا ساتيسفايد كده انا مش عايزة، فدي حاجة مطاطية، كلمة مطاطية شوية. بس امتى تحتاج؟ في بارامترز، في يعني ساينتفك بارامترز للكلام ده، ان هو يبقى الصدر صغير، في بعض العيانين بيبقوا مسح تماما، دول بيبقوا محتاجين فعلا يعني ميديكال كونديشن، ودي حاجه مرضيه لازم تتصلح. والقصه دي العيانين مثلا اللي تم استئصال الثدي فيهم قبل كده، دي من ضمن الحاجات اللي المفروض ان احنا نعمل فيها تكبير للثدي في بعض الاحيان على حسب برضو حاله المريضه. مش كل العيانين اللي عملوا استئصال الثدي نقدر نعمل فيهم الكلام ده، مش كل العيانين اللي تم استئصال جزء حتى من الثدي نقدر نحط فيهم سيليكون بشكل امن، لا في يعني في اكتر من سبب ممكن نشتغل ونعمل فيه تكبير ثدي. الثدي ما بين حاجتين، هل هم بينهم تنافس ولا المساله متباعده؟ السيليكون والدهون، اعتقد ان السيليكون هو القمه. السيليكون مش هو القمة بشكل كبير، لكن هو ثابت إلى حد كبير. يعني دايما بنقول إن أنت عايزة حجم من أول ما تخرج من أوضة العمليات، هو ده الحجم اللي أنت شايفاه وده اللي هيستمر معاكي، أوكي يبقى بنلجأ للسيليكون. لكن الدهون ممكن تبقى بديل حلو جدا ورائع للسيليكون، بس لازم نبقى فاهمين ولازم يبقى الكونسبت بتاع الدهون محطوط في دماغنا ان الدهون دي في جزء منها بيدوب لكن مش كلها بتروح. لو اتعملت بشكل سليم، اتعملت طبقا للساينتفك بيزز، طبقا للاختبارات اللي احنا عملناها، هنلاقي ان احنا ممكن نحافظ على الدهون بشكل كبير، بحيث ان احنا لما نحقنها تعيش مع العيان. ولازم نحقن بمقاييس او زي ما بيقولوا بكميه محترمه او بكميه كويسه، عشان لما النسبه اللي احنا متفقين عليها بتقل او اللي احنا متخيلين ان هي هتروح، يبقى الكميه المتبقيه هي دي اللي تكمل مع العيان عمره كله. القضيه المهمه قوي اعتقد بتاخد وقت في النقاش، اختيار الحجم والشكل، ده بيفرق وده قرار دكتور ولا قرار مريضة مع دكتور ولا بتمشي ازاي؟ اختيار المقاس بشكل كبير طبعا بيبقى بناء على رغبة المريضة، لكن تاني مقاس العيانة لازم المقاييس اللي احنا بنقيسها على العيان لازم هو اللي بيكون الاساس في حكمي. الشكل، شكل الامبلنت، او هل هو شكل الدمعه ولا الشكل الدائري ولا البروجكشن بتاعه عالي ولا البروجكشن بتاعه متوسط، ده بيعتمد برضو البروز على وضع العيانه. البروز هي مثلا عايزه يبقى بارز زياده عن اللزوم، او هي محتاجه ان هو يكون بارز زياده عن اللزوم، يعني العيانه السليم او النحيفه وعايزه تكبر صدرها، دي ما اختار لهاش مثلا سيليكون البيز بتاعته عريض، لازم اختار البيز بتاعتي تبقى صغيره والبروجكشن بتاعي او البروز بتاعه يبقى عالي. العيانه اللي مثلا اللي صدرها واسع شويه ممكن اختار لها السيليكون اللي هو العريض، فكل واحده على حسب هي محتاجه ايه. العيانين اللي تم الاستئصال الثدي فيهم ممكن اضطر استعمل لهم شكل الدمعه، بحيث ان انا اديهم الاناتوميكال شيب او الشكل التشريحي الجمالي اللي ربنا خلقه، احاول اعيده بقدر الامكان، لكن مش من الطبيعي ان انا استعمل الاناتوميكال امبلنت في اي عيانه هي تطلبه. هل التكنولوجيا فعلا لعبت دور كبير في انها تطور السيليكون تطور الحشوات؟ طبعا احنا يعني في الاول، اول ما السيليكون اتعمل كان بيتحقن، فطبعا ده كان عامل مشاكل كتير قوي.
بعد كده ابتدى يتغير الكلام ان هم يحطوه في كوره ليها الغلاف بتاعها. الغلاف ده اتعمل في غلاف سنجل، كان غلاف عادي خالص، ابتدوا يطوروا في الغلاف بتاعه، لان الغلاف الاولاني كان بيعمل رياكشن في الجسم، كان بيعمل مشاكل، كان بيعمل مثلا تغيرات في الجسم. ابتدوا يغيروا الكلام ده بحيث ان احنا نوصل للي احنا وصلنا ليه دلوقتي في الوقت الحالي، ان السيليكون يتحط من غير ما يعمل مشاكل. بيتكون حواليه الكبسولة اللي تبعده عن جسم المريضة، لكن من غير المشاكل اللي كانت بتظهر قبل كده. التطوير كله في التكنولوجيا ان انا اقلل الرياكشن رد فعل الجسم تجاه بالظبط، وان هو يبقى اكثر يعني اكثر نعومه، اكثر بحيث ان هو اكثر نعومه، بحيث ان هو يدي للعيانه الناتشرال تكستشر اند شيب، يعني الملمس الطبيعي والشكل الطبيعي. السؤال بقى موضع بيتحط فين بالظبط؟ بيتحط فوق العضله، تحت الغده؟ دي اختلافات، يعني التكنيكس مختلفه بتعتمد على العيان نفسه. بمعنى ايه؟ ان احنا لينا يعني مكانين بنحط فيهم، اللي هو يا اما سب جلاندر يعني تحت الغده مباشره، او ان احنا بنحطه تحت العضله. الاختلاف ده بيعتمد كثيرا على العيان نفسه. بمعنى ان انا لو لقيت ان العيانه عندها نسبه من الغدد كويسه هتقدر تغطي السيليكون بتاعي، فواي نوت ان انا احطه تحت الغده على طول. في بعض العيانين تانيين وهم كتار قوي دلوقتي خصوصا بعد التكميم والتدبيس وتحويل المسار بقى منتشر جدا، ففي عيانين من دول بيجونا جلد على العظم زي ما بيقولوا فعلا، فالجلد بتاعهم بيبقى رقيق جدا، كميه الغده قليله جدا، وكميه الدهون اللي في الثدي قليله، وبالتالي انا لو حطيت السيليكون تحت الجلد على طول هيبقى واضح جدا شغلي. بالتالي بحاول ان انا الجأ ان انا ارفع العضله واحطها حتى لو جزئيا تحت العضله عشان يبقى الشيب بتاعي ناتشرال الى حد كبير. المريضه بتقعد تتاكد من النقطه دي كتير، اللي هو مكان ادخال الكوهيسيف جيل، وهل فيه الهيلينج يعني الالتئام بتاع، هل هيترك اثر ولا مش هيترك اثر؟ لان هي وتقول لك الجمله انا جسمي بيسيب علامات في العمليات مثلا، انا عملت قبل كده عمليات كتير قوي بيسالوا بيقولوا لنا الكلام ده، بس احنا الفكره كلها ان احنا بنقول لهم كلمه واحده، احنا هنعمل لك جرح بس الجرح بيكون في مكان سليم مظبوط بمقاس سليم، بحيث انه ما يكونش ظاهر، لكن كون ان هو موجود او يختفي، ده يختفي دي مش موجوده لسه في الدنيا، لكن ان هو يكون موجود بس يعني هيدن او مش ظاهر، هو ده التارجت او التريك بتاعتنا، ان احنا نحاول نعمل الجرح بتاعنا من غير ما يكون ظاهر في مكان مخفي الى حد كبير، بالتالي العينه توصل للتارجت اللي هي عايزاه من غير المشكله بتاعه الجرح. دايما الستات بيخافوا من الالم. دلوقتي الألم مش قضية كبيرة بالنسبة مع تقدم التخدير والكونسبتس بتاعت الأناثيزيا والأنالجيزيا، الكونسبت ده مش يعني مش موجود بشكل كبير. بالعكس هي بتاخد أنالجيزكس كفاية قوي، ممكن ما تحسش بحاجة بعد العملية. في عيانين ممكن بيطلبوا حاجة اللي هي PCA، PCA دي حاجة البامب بتركبها معها أول 3 أيام، اللي هي ممكن تبقى قلقانة منهم، أو اللي احنا متخيلين إنه ممكن أول 3 أيام يبقى فيه ألم، لما بنركبها العيانين بيبقوا مبسوطين جدا، ما عندهمش مشاكل، ما بتحسش بالألم العنيف اللي هي ممكن تبقى متخيلة. كتير من الستات كتير منهم قوي دلوقتي بيشتغلوا، فعندهم فترة النقاهة شيء مهم انهم يسألوا عليه، لان انا هسيب شغلي في الفترة دي. احنا بنقول دايما ان العيان ممكن ينزل ويرجع شغله في خلال مثلا يعني متوسط ما بين 5 لـ7 أيام، يعني هي لو خدت اجازة 5 أيام أو 7 أيام هتعرف تنزل شغلها عادي خالص وتقدر تتعامل بشكل عادي خالص. الست تسأل دايما على الرضاعة. احنا دايما بنبقى واخدين بالنا قبل ما بنحط السيليكون ان هرمون اللبن يكون في ميزانه الطبيعي او في مقاسه الطبيعي، ده الاساس عشان ما يحصلش كومبليكيشنز بعد العمليه. لكن قصه ان هي مثلا حملت ورضعت وحملت وخلفت بعد العمليه دي ما عندناش مشكله خالص، اهلا بها ونعمه. قصه الرضاعه بعد ده مش هيمنعها من الرضاعه.
الفكرة كلها أنه ممكن الرضاعة تقل في بعض الابروتشز بتاعتنا أو بعض التكنيكس، لكن في العموم ما فيش مشكلة بالنسبة للرضاعة. ده كلام علمي دقيق، يعني مش الألالان اللي هو يعني، ده كلام طبقا للريسيرش للأبحاث. بالظبط. السؤال دايما اللي بينرفز أو مش بينرفز، هو سؤال من حق الست إنها تسأله، لكن في جراحة التجميل السؤال ده ربما شوية يعصب الجراح. هل هي آمنة؟ ممكن يؤدي هل ممكن هذه السيليكوناية تؤدي إلى أورام مثلاً؟ لا، رأيناها تؤدي إلى أورام، لا لا، دي كلمة قاطعة، والأبحاث أثبتتها إن هي ليس على، ما فيش أي علاقة بين الأورام وبين زرع السيليكون. لكن في بعض الناس كانت زمان بتفتكر الكلام ده، والستادز بتاعتنا والأبحاث اللي اتعملت لقت إن كانت السبب الأساسي الغلاف أو السيليكون اللي كان بيتحقن في الأول، فكان بيعمل رياكشن في الخلايا اللي حوالين السيليكون اللي اتحقن شبيهة بالخلايا السرطانية، وإن كانت ما ظهرتش إن هي خلايا سرطانية برضو، لكن في العموم لا، ما لهمش علاقة ببعض. اليد الثانية المنافس الذي يبدو أنه هو بيحاول يأثر في عرش السيليكون هو حقن الدهون. وحقن الدهون الذاتية له ميزة في الأول كده، يعني براقة بالنسبة للستات، إن أنا بعمل عمليتين في عملية واحدة. ده حقيقة، إن هو في بعض العينين ممكن يدخلوا ينحتوا مثلا بطنهم بالكامل، فندي الشيب الجمالي للبطن ونحقن كل الدهون دي مثلا في الثدي. تمام. بالعكس، هو من حلاوة الدهون كمان ان انت ممكن بتحقنه في الاماكن اللي فيها ديفكت اللي ممكن ما اقدرش اصلحها بسيليكون. العكس، يعني ممكن احقنها في الابر بول بتاع البريست بحيث ان انا اعوضها عن المشاكل اللي فيه، في نفس الوقت ممكن اديله الكونتور اللي انا عايزه، لان انا بشكله، انا بحقن في الاماكن بايدي اللي انا شايفها غير السيليكون بشكل كبير. فده هي كأنها ضربت عصفورين بحجر واحد. وكلمة ذاتية دي لازم الناس تفهمها، هي بتاعتها يعني. لما ينفع، في بعض الناس بتسألني ممكن أخد من دون حد تاني؟ فطبعا ده أكيد لا، لأن يعني قصة الـ HLA system اللي موجود في جسمنا والتعريف بتاع كل خلية، فطبعا هي الدهون الذاتية بتاعتها، فده أنا ممكن أحقنها، جسمها 90% هيتقبلها، مش هيلفظها، مش هيبقى منها مشاكل، الا يعني ممكن مثلا الكميه هي اللي تقل، فدي طبعا هي دي اللي بتبقى مشكله. لكن الكم المتبقي بالنسبه لها هو خلايا دهنيه اتنقلت في مكان تاني، خدت تغذيه دمويه من المكان الجديد، فبالتالي هي بقت خلايا دهنيه بتاعتها في المكان الجديد بتكبر زي ما لو هي تخنت هتتخن، لو هي خست هتخس برضه. اتش ال سيستم اختصار لجمله طويله اسمه هيومن ليكوسيتيك انتيجين، وده الطبيعه المناعيه بتاعت كل مجموعه من البشر، كل خليه بتاعت كل واحد له طبيعه مناعيه خاصه بيه هو يعني، لكن وكل مجموعه من البشر لها طبيعه مناعيه خاصه بيها، ما ينفعش نخلط ولا يحصل رياكشن غريب. هل سؤال يعني برضو محرج شويه، هل الدهون ستزيل عرش السيليكون ولا لا؟ يبقى السيليكون موجود؟ لا، مش هتزيل عرش السيليكون ولا حاجه، لسبب بسيط قوي، ان في عيانين ما عندهمش دهون اصلا وبيبقوا جايين يطلبوا ان هم يكبروا. صعب شويه. لا، موجودة. في نحافه موجودة. طبعا موجوده. فدول مش هيبقى ليهم حل غير السيليكون. وهو واضح انه مفيش، يعني بحاسس ان هم عرشين كل واحد منهم متأقلم مع نفسه وبيحقق ذاته، يعني سواء ده او ده. بالظبط، هي الفكره كلها ان احنا لازم يبقى في عندنا كجراحين وكمرضى ان في كل حاجه في الدنيا ليها الانديكيشنز بتاعتها، ليها الحاجات اللي تتعمل ليها، والاهداف اللي العيان عايز يوصل لها من خلال المناقشه مع الجراح بتاعك او مع الجراح بتاعك، مناقشتك للاهداف اللي انت عايزه توصلي لها، ممكن نوصل للحل السليم اللي يتعمل لك، لكن مش ان انا جاي عايز اعمل حاجه وخلاص. ممكن نعمل الاثنين، ست تعمل الاثنين، تحط سيليكون تحط شويه دهون. ممكن في بعض الاحيان، وان كانت ريسكي شويه، ان هي ممكن يعني
ممكن يحصل مشكلة في السيليكون بشكل ما، لكن في العادي ممكن وارد ان احنا نعمله لو هي مثلا في حتة معينة السيليكون ما وصلهاش او ما وصلتش للهدف بتاعي من خلال زرع السيليكون، ممكن ازودها دهون شوية، وارد ان يحصل. فترة النقاهة بعد حقن الدهون قد ايه تقريبا؟ لا لا ولا حاجة خالص، ممكن تنزل بعدها بثلاث اربع ايام بكثير. سعدت جدا بهذا اللقاء الجميل على مدار حلقتين، لازم الناس تتفرج على جزئين، الجزء اللي فات والجزء ده، حلقتين مهمين جدا جدا جدا. الجزء الاول في حوارنا في اللقاء السابق لو تابعتوه هتلاقوا حوار عام على جراحة التجميل، النهارده كنا بنتكلم على السدي كجزء، في القادم هنتكلم على اجزاء اخرى في عالم التجميل مع اكاديمي من طراز رفيع واسم يعني اكيد على المستوى المصري والاقليمي وعلى المستوى العالمي اسم مميز للغايه، القيمه العلميه كبيره، وجراح من طراز رفيع هو ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العال، استاذ جراحه التجميل وجراحات الوجه والفكين بكليه طب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه والامريكيه والدوليه لجراحات التجميل، وعضو الجمعيه الدوليه لجراحات الوجه والفكين، وزميل كليه طب جامعه سوانسي بانجلترا، وزميل كلية طب جامعة زيورخ بسويسرا. نورت الناس أنا الحلوة، أنا وشرف لينا وجودك معنا. أنا اللي تشرفت يا فندم. مهم جدا إن احنا نفهم في حاجة في جراحة التجميل اسمها المصداقية العلمية، وحاجة تانية مهمة جدا جدا اسمها الضمير المهني. ده الاثنين شيء واحد تقريبا، لكن تفاصيلهم مهمة، وفي الآخر خدمة المريض والحق والصدق مع المريض هو المنجي، منجي للاثنين صدقني، للمريض طبعا في الاساس ودي اللي احنا بنقوله، ومنجي كمان لممارس المهنه، لممارس الخدمه نفسه. ولذلك لشباب الاطباء خليك صادق وعندك ضمير مهني وتعلم كويس جدا، تعلم من اساتذتك بشكل كويس، واحنا النهارده بنقدم لك واحد اكيد من الاساتذه اللي انت ممكن تعلم منهم كويس. في النهايه انت هتامن نفسك كويس قوي عشان ما يحصلكش مشاكل، وفي اللقاءات جايه الحته دي هتبقى سؤال مهم محرج. انا نورتنا شرفتنا، خليكم دايما مع الناس الحلوه. من المعتقدات الموروثه في مجتمعنا ان عمليه تجميل الثدي هي عمليه تجميليه للرفاهيه، لكن تعالوا النهارده هقول لكم على اسباب تخلي عمليه تجميل الثدي لازمه لبعض السيدات، منها سبب وراثي، ممكن سبب ضمور بعد مرحلة البلوغ، ممكن الضمور بعد مرحلة الحمل والولادة، ممكن نتيجة حادث لا سمح الله. طيب الطرق اللي احنا بنعمل بيها عملية تجميل الثدي ايه؟ في عندنا حقن الدهون الذاتية، في عندنا زرع حشوة السيليكون. طيب حقن الدهون الذاتية ده بيتعمل ازاي؟ ان احنا بنيجي على منطقة كاملة في جسم المرأة، ناخد الدهون بتاعتها ونحقنها تماما وكليا في ثدي المرأة، وبالتالي نلاقي ان احنا عملنا تكبير للثدي. طيب الطريقة التانية ان احنا نعمل عملية زرع لحشوة السيليكون في جسمها. طيب حشوة السيليكون دي زي الشكل ده الراوندد، وفي الشكل الاناتوميكي. في من الشكل الراوندد ده اشكال ومقاسات ومساحات مختلفة. طيب كل ده ممكن نوظفه بشكل مختلف من مرأة لأخرى أو من ثدي لآخر. بنعمل في العملية دي إن إحنا بنفتح جرح صغير تحت ثدي المرأة أو من خلال الهالة حول الحلمة أو من جرح في الإبط، ونقدر نسلك أو نعمل البوكت بتاعنا ونحط الحشوة بتاعتنا في تحت ثدي المرأة، وبالتالي نبقى عملنا عملية تجبير للثدي. بالنسبة لتأثير السيليكون على الرضاعة الطبيعية أو على عملية تكبير الثدي عموما على الرضاعة الطبيعية، فهي ملهاش أي تأثير على الرضاعة. ومن هنا نقدر نقول أن العادات والثقافات الموروثة في مجتمعنا لازم تتغير، لأن في حالات كتيرة لازم نعمل لها تكبير للثدي عشان نحن نسعى لحياة أفضل for a better life. مسؤولية أي أسرة، الولاد بالنسبة لأبائهم، الراجل بالنسبة لمراته، أو الست بالنسبة لجوزها، إنها تنقل جوزها بسرعة شديدة أو ينقل أبوه بسرعة شديدة إذا حس إنه بيتعرض لأزمة قلبية. الوقت مهم قوي يا جماعة. في الثلاث عقود الأخيرة دي تغيرت قصة الشرايين التاجية وانتشار مرض الشريان التاجي، حتى لم يعد يفرق بين كبير أو صغير، سمين أو نحيف، قروي أو ريفي.
رجل أو امرأة في أي عمر في أي سن بأي طريقة. قسطرة القلب لما تعلمناها في الأول اتعلمناها علشان نشخص بيها، مع التقدم العلمي بقينا نعالج بيها، نعالج الشرايين التاجية، نعالج صمامات القلب، نعالج ضعف عضلة القلب، نعالج اضطراب جهاز كهربائي القلب. طب معلش أنا بس أنا بجهز بنتي مش عارف إيه، وقعد يماطل يماطل. في يوم لقيته دخل عليا وقال لي، ببص لقيته واقف ورا الباب وبيبص لي بغربه كده، قوم اعمل لي قسطره دلوقتي. قلت له نعم ليه؟ الموت اللي شفته امبارح